صباح الخير، ورجعنا لكم حلقة جديدة من مصر جميلة. ورجعنا لكم مصر جميلة، والنهاردة طبعا عيد الأم. كل سنة وكل أمهات مصر والدول العربية والعالم كله بخير وسلام، وإن شاء الله ربنا يديم عليهم بالنعمة دايما. وبقول كل سنة طيبة لهند. طيب. وانت طيب يا ياسر، كل سنة وكل أمهات مصر بصحة وخير وسلامة إن شاء الله. يا رب السنة دي تبقى أحلى من السنة اللي فاتت، يا رب السنة دي كلكم فرحانين بولادكم، وإن شاء الله يا رب تقدروا تحققوا كل اللي نفسكم فيه، تفرحوا بولادكم. طبعا بالنسبة لي يعني إخواتنا اللي ممكن يكون أمهاتهم مش موجودة، يعني يا رب تفتكرون دايما بالخير، ادعوا لهم، اعملوا لهم صدقة جارية، وإن شاء الله ربنا يتقبل ويكونوا في أحسن مكان ومكانة. بالنسبة لأمهات الشهداء، وطبعا الأسبوع اللي فات يعني من يومين عندنا 13 أم عندها 13 شهيد، بنقولها ربنا يصبرك، وهو اللي هياخد بإيدك إن شاء الله ويدخل بيك الجنة، فافرحي يا أم الشهيد، وإن شاء الله يا رب عيد سعيد على الكل بإذن الله. ومش عايز تقول لمامتك كل سنة وهي طيبة؟ أنا عايزة أقول طيبة بس. كل سنة وأنت طيبة، ورب دايما كده تبقي معانا بصحة وسلامة يا رب. يا رب، اللهم آمين. وأنا كل سنة وأنت طيبة يا مامي، أحلى أم في الدنيا، بحبك وبموت فيكي، ولولاكي لولا ان انا في المكانة دي الحمد لله. ربنا يخليكي ليا، اتعلمت منك كل حاجة كويسة، وربنا يديك الصحة والستر ويحقق لك كل اللي انت بتتمنيه، احلى ام في الدنيا. الكلام الحلو ده. انا بصراحة بقول لماما كل يوم الكلام ده، بس يعني النهاردة برضه عشان عيد الام، يعني انا بقول يعني دايما نعبر عن دايما نعبر لامهاتنا، دايما نعبر للناس اللي احنا بنحبهم بقد ايه احنا بنحبهم، قد ايه احنا مبسوطين ان هم موجودين في حياتنا، نستغل الوقت ان احنا نبقى معاهم، نسعدهم، وهم بالطبع طبعا بيسعدونا، هم ادولنا حياتهم كلها علشان يسعدونا ويطلعونا في المكانه اللي احنا فيها. فربنا يخليكم لينا الاهالي كلها، ويسعدكم ويسعدنا بيكم وبوجودكم معانا في حياتنا ان شاء الله. النهارده طبعا في حلقه النهارده هنتكلم عن نموذج للام المثاليه، والمجهود اللي عملته والكفاح اللي عملته. زوجها معاها امين شرطه مصاب، ولكن مع بعض قدروا ان هم يربوا اولادهم ويطلعوهم باحلى او باحسن حال. هنتعرف عليهم، هنتعرف على قصه كفاحهم مع بعض، وكمان تبقوا نموذج للشباب اللي طبعا بيكافح في حياته، ازاي يبقى عنده قدوه، ازاي يبقى عنده امل ان شاء الله انه ينجح، حتى لو قدامه صعاب كتير ومشاكل كتير بتقابله، ما يبقاش في ياس، ويبقى في دايما ايمان بالله وايمان بقدرته على انه يحقق المستحيل. ده حقيقي. عندنا كمان فقره جميله جدا، هنسمع كل الاغاني الخاصه بالام، وده من خلال فقرتنا شويه فن، هنسمع اغاني جميله عن عيد الام. وعلى فكره عايزه اقول حاجه يا ياسر، انه هو ده حال المراه دايما، العطاء، يعني المراه موجوده في الدنيا من اجل العطاء، ودي سنه الحياه. ما اعتقدش ان في ام ممكن تبخل على اولادها باي حاجه عندها، ما اعتقدش ان في ام ممكن يجي لها ابنها مكسور او تعبان او يعني عنده مشكله ما الا وتدي له كل حاجه عندها عشان تخليه بس يبقى مبسوط او تشوف البسمه في وشه. فعلا ده يعني حاجه فطره كده جواها، والراجل المفروض يقدر ده، والراجل المفروض يبقى واقف جنبها، سواء الزوج، الولاد، يعني هم عارفين ان هي دي من جواها من حاجه تلقائيه كده، بتحس بولادها في اي حته في الدنيا، تحس لو في مشكله لو هي بعيده عنهم بتحس بيها، وعلى طول على اتصال، ويا رب يخليها لينا دايما يا رب. صح، واعتقد انه ده حال المراه الانثى عامه، يعني انا بتكلم على طبعا بني ادمين، بتكلم كمان في الحيوانات. لما بتتفرج على الافلام الدوكيومنتري اللي فيها مثلا الحيوانات وكده، تلاقي الانثى بتاعت اي يعني اي حيوان
لما بتبقى مخلفة سبحان الله بتبقى خايفة على أولادها جدا، بتحاجي عليهم جدا، بتعمل كل حاجة وأي حاجة علشان يكونوا جنبها. طبعا بيصلوا سن معين وخلاص يعني بيبقوا مع نفسهم يعني، ولكن سبحان الله الحنان موجود في الأنثى عامة، سواء امرأة يعني كبني أدمين أو الكائنات اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى زي الحيوانات. وده نموذج نتعلم منه. في بعض الأحيان بنلاقي مثلا الست بتقسى على أولادها بس بيكون لصالحهم ولمصلحتهم. ساعات ما عمر ما حصل لك كده في حياتك؟ لا ده أكيد على طول. أنا كنتش عارف مصلحتي. الشخطة. الشخطة دي كل يوم. الشخطة اللي بتاخدها كده مرة وتعرف بعدها إن هي كان معاها حق وترجع تقول لها سامحيني أنت معاكي حق. أنا حصلت لنا كلنا يعني ده يعني طلع. ويا رب دايما يعني لغايه دلوقتي بنسمع كلامهم، لغايه دلوقتي معاهم، لغايه دلوقتي بنسمع نصايحهم بنتعلم منهم مهما كبرنا في السن. لا دور الام والاب طبعا اهلنا ما ننساوش ابدا وما نقللش منه. السن ما يغيرش حاجه، هم في الاخر بيعاملونا ان احنا اولادهم لغايه دلوقتي، احنا لسه صغيرين ولسه خدوا بالكم واعملوا وسووا، فده لازم نقدره ونعمل كده مع اولادنا احنا كمان. طيب نطلع لفاصل ونرجع على طول نواصل لقائنا مع كل السادة المشاهدين واحتفالنا النهاردة بالأم المصرية والأسرة المصرية اللي هتكون معنا بعد قليل.